الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من تلك السلسلة المباركة التي أعلنا عنها فيما مضى، والتي هي بعنوان أن كل بلاء وداء وشر في الدنيا والآخرة سببه الذنوب والمعاصي. أيها الإخوة في الله، المعاصي والمنكرات سبب لكل شر وبلاء في الدنيا والآخرة. آيات ونذر من الرحمن جل وعلا للبشرية جمعاء، تتجدد هذه الآيات والنذر يوما بعد يوم، بل بكل لحظة من لحظات حياتهم. حروب ومجاعات، أمراض فتاكة مستعصية، حوادث سير في البر والبحر والجو، ينجم عنها موت الجماعات من الناس في لحظة واحدة، خسوف وكسوف، زلازل وبراكين وفيضانات، عواصف وأعاصير وغيرها. فالكون بإنسه وجنه وسمائه وأرضه وكواكبه ونجومه، بل ومخلوقاته ما علمنا منها وما لم نعلم، إنما هو مسخر بأمر الملك جل وعلا، فهو الذي يتصرف في هذا الملك كيف يشاء، ولا أحد يعترض على الله عز وجل في ذلك، لأنه سبحانه وتعالى هو الملك، وهو الذي خلق المخلوقات، وهو القاهر فوق عباده سبحانه، وهو القادر على كل شيء. فإذا ترسخ ذلك، فما الذي يجب على كل مسلم؟ يجب على كل مسلم يحمل عقيدة التوحيد، يعلم أن الضر والنفع بيد الله عز وجل، يجب عليه أن يقدر هذه الآيات وهذه النذر، وأن يعلم أن ما يجري منها إنما هو بقدر من الله لحكمة أو لحكم يريدها الله عز وجل، علمها البشر أو غابت عنهم. قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ويذيق بعضكم بأس بعض،
انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سما برقه يذهب بالأبصار. أيها الإخوة في الله، بعد هذه المقدمة أقول إن المعاصي والمنكرات سبب لكل شر وبلاء في الدنيا والآخرة. كلما كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات وقلت الطاعات أنذر ذلك بغضب رب الأرض والسماوات، وأذن ذلك بقرب نزول البلاء والعقوبات، فماذا ننتظر إذا كثرت المنكرات إلا أن تحل بنا البليات؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثرت المنكرات حلت البليات والعقوبات، فماذا ننتظر إذا كثرت المنكرات إلا أن تحل بنا البليات ويسخط علينا رب الأرض والسماوات؟ اسمع إلى ما قال الله عز وجل عن قوم كانوا يرون المنكر ولا يتناهون عنها. لعنهم الله عز وجل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول الملك جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا لعن هؤلاء على لسان داود وعيسى ابن مريم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. بل إذا وقعت المنكرات وأعلنت ولم تغير فسنة الله تعالى حلول العقوبات والمصائب، كما قال جل وعلا:
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ويقول سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. قال بعض السلف: بغت أمر الله القوم، وما أخذ الله قوما إلا عند سلوتهم ونعمتهم وعزتهم. فلا تغتروا بالله. ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين تكلمنا عنهم في الدرس الأول من هذه السلسلة، الذين أزال الله عنهم نعمه، من تأمل هذه القصص وجد سبب ذلك. ولعل السبب في ذلك هو مخالفة أمر الله عز وجل وعصيان رسله عليهم الصلاة والسلام. وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك من سوء عواقب الذنوب. كم من أناس نراهم ونعيش معهم ونسمع عن أخبارهم، كانوا رؤساء وملوك أذلهم الله عز وجل. لذلك صدق من قال: من القفر إلى الكوخ، من القفر إلى السجن. تأمل أحوال أهل عصرك، كم من أناس أزال الله عنهم نعمه، وكل ذلك وسبب ذلك الذنوب والمعاصي. وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من المعاصي عامة، إلا أنه صلوات ربي وتسليماته عليه كرر التحذير والتنبيه بشأن بعضها. وبين عليه الصلاة والسلام أنها إذا وجدت تبعتها عقوباتها، ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسح وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات. القينات، إذا ظهرت القينات، ما القينات؟ أي المغنيات. وقد ظهر ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك في عصرنا الحاضر. متى ذلك يا رسول الله؟ إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وهل يشك عاقل بظهور الخبث وفشله وانتشاره؟ فشى الخبث وانتشر وظهر، وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقد ذكرنا هذا الحديث في الدرس الأول، وقلنا بأن الحديث صحيح متفق عليه. ولقد ظهرت القينات والمعازف في زماننا الحاضر ظهورا فاحشة. وقلت البارحة: أصبح المغنيون نجوما. ما ظهرت هذه المعازف والقينات في عصر مثل عصرنا، ظهرت في عصرنا الحاضر، في زماننا الحاضر، ظهورا مسموعا بالآذان ومشهودا بالعيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عصره، تكلم عن عصره رحمه الله: والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت بهم واشتغلوا بها، إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء. نعم يا ابن القيم، إن الغناء والمعازف صارت في عصرنا مهنة شريفة، وأن المزاول لها فنانا ومن الأغنياء، بل ويملك آلافا من المليارات والدولارات. وكذلك أيها الإخوة، شربت الخمور جهارا نهارا عيانا، وسميت بغير اسمها، ولبس الرجال الحرير وافتخروا بذلك. ولا يسعنا إلا أن نقول: أليس ما يشاهد اليوم في كثير من البلاد وفي الفضائيات من ظهور هذه الفواحش
واستحسانها وتزيينها والدعوة إليها تصديقا لهذا الحديث العظيم الذي خرج من مشكاة النبوة الذي نطق به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ألا فلنتق الله عباد الله ونرجع إلى الله قبل أن ينزل بنا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخسف والقذف والمسخ. ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في القبر والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم يمسخ منهم في حياته مسخ في قبره. أيها الإخوة في الله، والله لا ندري كيف يأمل العصاة في عصرنا مع ما يقومون به من أفعال سيئة، وقد أخبر الله جل جلاله عن أمثالهم فقال: أفأمن الذين مكروا السيئات، أي القبيحات قبحا شديدا، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. والعقوبة إذا حلت تشمل الجميع، شملت الجميع إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى، كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر أو كثر الخبث. إذا كثر الخبث يهلك الله سبحانه وتعالى الصالح والطالح. وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن الله عز وجل أوحى إلى جبريل أن أهلك قرية كذا وكذا، فقال جبريل: يا رب، فيهم عبدك فلان رجل صالح، أي بكاء في الأصحار، صوام في النهار، له صدقات وأعمال صالحات، كيف أهلكه معهم؟ فقال الله عز وجل: به فابدأ. ابدأ بهذا الرجل الصالح الصائم القائم المتصدق. لماذا يا رب؟ قال: فإنه لم يتمعر وجهه في قط، أي لم يكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أيها الإخوة في الله، لن نصل إلى تلك الدرجة الرفيعة، درجة الخيرية، حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا لم نأمر الناس بالمعروف قدر استطاعتنا ولم ننهى عن المنكر
فلا يتحقق فينا هذا الوصف، كنتم خير أمة. لذلك درجة المعروف أو درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يعلم الإخوة هي ثلاث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، استطعت أن تغير بيدك فافعل، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. وبهذا أختم، والكلام في المسألة طويل، والله أسأل أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من التائبين العابدين الحامدين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الآمرين بالمعروف الممتثلين لأوامر الله جل وعلا الذين يسلكون طريق رسول الأمين الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.